طيب، صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في جزء جديد خالص في الإيكونومي، وهو Linear Programming. من أول الجزء ده للشتات الجاية كلها هتلاقي الموضوع interesting ليكوا شوية، وقريب شوية من الهندسة بره بقى عن موضوع البنوك وكده، في التخطيط، طريقة التفكير، وعلى سكيل أكبر برضو. بعد كده المفروض إنهم بيطبقوا على برامج مثلا زي بريمافيرا والحاجات دي. فالLinear Programming ده هنتعلم إن إحنا نعمل فيه إيه. بسم الله. طيب، اللين بروجرامنج ده ان هو بيبقى مثلا انت عندك، هنتكلم مثلا على شركة او مصنع. المصنع ده بيبقى بينتج مثلا منتج او برودكت، زي مثلا اكس 1 مثلا بينتج كوبايات، او بينتج اكس 2 ازايز مثلا، وبينتج مثلا 3 مثلا اي حاجه مثلا كشاكيل او حاجه ورق، تمام. وهو في المقابل ان هو الحاجات دي كلها بيشغلها على خط انتاج، فبيلاقي مثلا ان هو بيحتاج مثلا المكنه الاولى تشتغل مثلا 6 ساعات، المكنة التانية مثلا محتاج ان هو يشغلها مثلا معاه 8 ساعات في اليوم، المكنة التالتة وهكذا. وبالتالي بيقعد يقولك بقى انا لو بعت الكوباية الواحدة هتكلفني مثلا جنيه، ولو بعتها هتتباع ب2 جنيه. بيبقى في شوية كونسترينز كده، ان هو ايه الكونسترينز بتاعتك او القيود بتاعتك. هي خط الانتاج، ان انا عندي مكن بيشتغل بوقت معين، مكن ما يقدرش ينتج في اليوم اكتر من عدد معين. لو انت لو شغلت المكنه فول لود طول اليوم 8 ساعات بتوع الشغل، مش هتقدر مثلا تنتج اكتر من 100 قطعه، تمام. 100 قطعه دول نصهم مثلا كوبايات ونصهم ازايز مثلا. دي الكونسترينز. عندك الكونسترينز مثلا ان انت مش هتقدر تشغل اكتر من 6 عمال، او العامل ما يقدرش يشتغل اكتر من 8 ساعات في اليوم، تمام. فدي بتبقى قيود عليك في الانتاج. تقدر ان انت مع القيود دي تشوف مثلا البروفيت بقى. فانت عندك بيتقسم الموضوع ل3 حاجات. اول حاجة وهي الفاريبلز، الحاجات المتغيرة اللي انت بتدرس انا محتاج بقى عشان اوصل لاوبتيمم برودكشن انتج منها قد ايه. الفاريبلز اللي هي الكوبايات والازايز والشيتس، اللي هي اكس 1 واكس 2 واكس 3، محتاج اعرف انتج قد ايه من كل واحد وفقا لي شوية constraints، قيود عندي في خط الإنتاج. أو limitation عندي، تمام. تالت حاجة اللي أنا أصلا محتاج إن أنا أديزاين عليها هو ال objective بتاعي. ال objective بتاعي هل أنا محتاج أعمل maximize the profit، إن أنت مثلا والله الكوباية بتكلفني جنيه ببيعها ب2 جنيه، الإزازة بتكلفني مثلا جنيه ونص ببيعها ب3 جنيه وهكذا. فمحتاج ان انا اعمل ماكسمايز للبروفيت او اعمل مينيمايز للكوست، على حسب هو المساله مديك فيها ايه. هل هو بيقول لك الكوست بتاع كل واحده ايه، فانا محتاج اعمل مينيمايز ليه او اعمل ماكسمايز للبروفيت بتاعي، تمام. الكونسترينز بتاعتي بقى دي بتتقسم ل 3 انواع، نوعين اساسيين. وهو اول نوع بيبقى البايندينج، او تمام، عندي اول نوع في البايندنج او السكيرز، اللي هو ده هو الكونسترين، اهم كونسترين عندي اللي هو بيتحكمني في الاوبتيمم سوليوشن. هنفهم يعني ايه ده دلوقتي لما هنيجي نشرح على مثال، تمام. يعني هنشرح على مثال كمان شويه وهنفهم يعني ايه ان الكونسترين ده مهم جدا. او قبل ما نشرح على مثال قبل مره عشان ما تبقوش تاهين معايا، انا دلوقتي عندي مثلا تو variables، وده اللي احنا هندرسه هو لين البروجرامنج. اللي احنا مش هندرس اكتر من تو variable، تمام. مثلا سي اكس 1 وادي اكس 2، تمام. هو قال لك ان انا عندي الكوبايات اول كونسترين ان انا مثلا اقل من 100 كوبايه، ما اقدرش انتج اكتر من كده. فانا عندي اقل من 100 كوبايه اقدر انتج، تمام. فانت عندك الاريا دي كلها اقدر انتج كوبايات العدد ده. طيب اكس 2
قال لك ان انا اقدر انتج اقل من 50 كوباية. فعندك الاريا المشتركة اللي انت تشتغل عليها بين الاتنين هي دي، صح كده؟ طيب لو انا عندي الخط الاوبتيم سوليوشن بيعبر لي عن زي مثلا الاوبتيم سوليوشن معتمد على الاكس 2، يعني الزد او البروفيت الفايدة بتساوي اكس 2. معنى كده ان انا كل ما هزود انتاجية اكس 2 اللي هي مثلا الازايز، كل ما البروفيت هيزيد مش معتمد على اكس 1. فالمفروض ان كده خط البروفيت عامل ازاي؟ عامل كده، كل ما خط البروفيت ده هيزيد كل ما ايه اللي هيحصل؟ كل ما قصدي الخط ده هيتحرك يمين كل ما البروفيت هيزيد، صح؟ فتلاقي ان اعلى قيمة للبروفيت اللي هي عند اكثر قيمة للاكس 2 اللي هو الخط ده كله، تمام؟ اللي بيحصل عندنا ان احنا بيبقى عندنا النقطة الاوبتيمم ما بتبقاش لاين، النقطة الاوبتيمم بتبقى هي يعني الاوبتيمم بيبقى نقطة، نقطة هقول لك عندها انتج لي عدد معين من الكوبايات، عدد معين من الازايز، عدد معين من الشيتس، كده انت هتحقق لي الماكسيمم بروفيت. لو غيرت العدد ده زودته او نقصته لاي واحد فيهم مش هتحقق ماكسيمم بروفيت، هو ماكسيمم بروفيت عند الحتة دي، تمام؟ فانت دلوقتي لو خط انتاج رحت هتعرف نظام المصنع ده شغال ازاي، هيقولك والله انا المكنه دي شغاله كام ساعه والمكنه دي شغاله كام ساعه واقدر انتج كام معده. طب انت بتنتج قد ايه؟ بتنتج ده سعر الواحده بتبقى قد ايه، تمام؟ عرفت دنيتك عامله ازاي في المصنع، ان انت عرفت هتبيع ده بكام، تكلفته كام، وايه الكونسترينز اللي في المصنع. هتروح رايح انت على البرنامج وتروح عامل الدراسه دي بتاعتك، ساعتها هتروح انت راجع للمصنع تاني تقول له بص انت عشان تحقق اكبر مكسب ليك انت محتاج تنتج عدد معين من المنتج ده وعدد معين من المنتج ده وعدد معين من المنتج ده. ساعتها تروح راجع له تاني تقول له بص بقى انت كنت قلت لي انت بتشغل المواعيد دي 8 ساعات، انت لما تنتج الاوبتيمم سوليوشن مش محتاج تشغلها 8 ساعات، هتشغلها 6 ساعات بس وهتريح عشان خاطر ما تهلكش المعده بتاعتك. فهتلاقي نفسك ان انت اللي استفدته من الجزء ده ان انت بقيت عارف اول حاجه ان انت تشوف عشان احقق ماكسيمم بروفيت او مينيمم كوست هنتج قد ايه، بقيت عارف ان انت تقدر تتحكم في الكونسترينز بتوعك، ان انت في عندك كونسترينز اوفر، يعني انا بشغل مثلا حاجه 8 ساعات وانا مش محتاجها 8 ساعات، ممكن احتاجها اقل. فنرجع تاني انواع الكونسترينز، عندي البايندنج او السكيرز، ودي بتمثل ضلع من اضلاع الاوبتيم سوليوشن، يعني الاوبتيم سوليوشن هي النقطه دي. فايه هو هنا عندي السكيرز بتاعتي؟ هو الضلع ده والضلع ده. هو انت قلت ان السوليوشن هو فين السوليوشن؟ قلت لي ان ده كل السوليوشن، صح؟ كل هنا ده السوليوشن بتاعك. طيب الاوبتيم سوليوشن بقى النقطة اللي هي بتحقق لي الاوبتيمم بروفيت هي دي، تمام كده؟ طب ايه الاضلاع اللي بتمر بالنقطة دي؟ الاضلاع دي بتمثل كونسترينز اللي هي القيود بتاعتك، اللي انت بتقول ده الليميت بتاعي ببص تحتيه، ده الليميت بتاعي ببص شماله. الكونسترين ده والكونسترين ده دول كده اسمهم بايندنج كونسترينز، تمام؟ طيب النون بايندنج بقى، لو انا عندي مثلا في كونسترين تاني كان عامل كده مثلا وكان بيبص لفوق، فخلى السوليوشن بتاعك بقى عامل ازاي؟ لو انا عندي في كونسترين تاني كان بيبص لفوق كده، فعندي السوليوشن بقى الحتة دي، صح كده؟ ايه هي الكونسترينز الموجودة عندي؟ عندي الخط ده اهو، وعندي الخط ده، وعندي الخط ده. لما الاوبتيم سوليوشن يبقى هنا فلان ان ده بايندنج كونسترين وده بايندنج كونسترين. طيب ده بقى ده موجود في الحل، ادي الحل اهو، ده من ضمن الكونسترينز بتاعت الحل، ولكن الاوبتيم سوليوشن مش بيمر بيه، فبالتالي هو نون بايندنج كونسترين، تمام؟ والنوع اباندنت. مشارك في الحل ولكن ممكن اتحكم فيه، يعني ممكن ازوده او اقلله تاني، هو اوفر. زي مثلا ما احنا قلنا ان انت دلوقتي الاوبتيم سوليوشن معتمد على حاجات معينه، ان انا محتاج ان في مكنه مشغله 8 ساعات ممكن اشغلها 6، فمعناها ان المكنه دي كانت اباندنت كونسترين، جميل، ان انت ده اوفر، ممكن هقللها ساعتين كده، بقت بتتعامل اكنها معامله بايندنج كونسترين، بقت بتعدي بالاوبتيم سوليوشن، تمام؟ طيب النوع الثاني هو النوع redundant.
يعني ايه نوع ريداندنت؟ قلت لك مثلا ان اكس 2 اكبر من الزيرو كده. هل اصلا الضلع ده اهو ده هل بيعدي بالحل؟ لا، الحل اهو ده، الحل بتاعي الكونسترين ده ما بيعديش بحل، فده كونسترين ريداندنت ملوش لازمه، مش مشارك معايا في الحل اصلا. تمام كده. طيب هنبدا ان احنا نحل مساله. الجزء ده لو حلينا مساله واحده الدنيا هتتفهم جدا، مفيش فيها اي مشكله. وبعد كده هنحل كام مساله من الشيت؟ هنحل واحد، نحل مسالتين من الشيت، مساله 5 ومساله 9، ولكن هنلاقي الموضوع ما اختلفش تماما مجرد ما نحل المساله الاولانيه دي. تمام. بيقول لك عندي هنا، انا عندي two activities، تمام، في عندي two variable منتجين بنتجهم، اول منتج عندي اكس اي، تاني منتج عندي اكس بي. تمام. بيقول لي انا عندي ال available raw material of A، في عنده material A، تمام، 85 طن per month، يعني عنده material A دي available في المصنع بتاعه، available منها 85 طن في الشهر. دي بتستخدم ان هي 85 طن دي تنتج لي 1 لـ 2.5 طن لكل يونت. يعني لو انا هنتج من البرودكت A هحتاج لليونت الواحدة طن، لو هنتج من يونت B هحتاج لليونت الواحدة 2.5 طن. تمام. الطبيعي ان انا لو هنتج المنتج بتاعي كله من البرودكت A فهنتج كام يونت؟ هنتج 85 يونت. ان انت عندك 85 يونت من A هيديك 85 طن، ساعتها مش هنتج خالص يونت B. تمام. ولكن هنا هو عايز ينتج الاثنين A و B، فمحتاج يعمل كومباينيشن من الاثنين، يشوف هو هيحتاج ياخد كام طن من A، هيحتاج كام طن وكام طن من B. تمام. كام طن من ماتيريال A للبرودكت الاولاني وكم طن من ماتيريال A للبرودكت التاني. تمام. افيلبل رو من الماتيريال B، عنده ماتيريال B برضو، الافيلبل منها 242 طن في الشهر. لو هنتج من A تحتاج 4 طن لليونت، ودي هتحتاج 3 طن لليونت. تمام. قال لك المونثلي ديماند هو محتاج قد ايه في الشهر؟ مش محتاج اكتر من 70، فانت عندك اصغر من او يساوي 70 يونت، ما تنتجليش اكتر من 70 يونت، هيبقى فايض عندي وهيترمي، مش عارف، مش عايز اخزن. ومحتاج من بي اصغر من او يساوي 25 يونت. تمام. اليونت بروفيت ايه هو البروفيت بتاعي؟ قال لك والله دي البروفيت بتاعها 5 جنيه، ودي البروفيت بتاعها 9 جنيه لليونت الواحده. تمام كده. طيب انا محتاج ان انا احدد الثلاث حاجات بتوعي، اول حاجه الفاريبل، تاني حاجه الكونسترينز، تالت حاجه الاوبجكتيف. تمام. فهبدا اول حاجه ب الفاريبلز، هو اكس اي واكس بي، كم يونت بنتجها من اي في الشهر وكم يونت بنتجها من بي في الشهر. تمام. تاني حاجه الكونسترينز، وهي دي اهم حاجه في المساله. طيب اول حاجه ان انت عندك 1 من xA زائد 2.5 من xB هيديك 85. xA زائد 2.5 xB اصغر من او يساوي 85. ده اول كونسترين، ان انت محتاج تعمل عدد معين من xA، ومحتاج تعمل عدد معين من اكس بي، مثلا 10 يونتس من دي ومثلا 10 يونتس من دي، فهتلاقي ان 10 دي بتحتاج طن، فخلاص هي دي 10 طن، زائد دي بتحتاج 2.5 طن، ف10 يونتس في 2.5 طن ب25، ده عمل لك كام طن؟ 35 طن. كنت لسه ما وصلتش للليميت بتاعك اللي هو 85 طن. ما ينفعش ان انت تنتج عدد من اكس اي واكس بي الوزن بتاعهم اللي محتاجه من ماتيريال ايه باكتر من 85، فانت عشان كده انت اصغر من او يساوي 85، عشان انت معكش اوزان اكتر من 85. تمام. يعني انت مثلا لو انتجت، خلينا نقول مثلا مثلا 40 طن من دي و40 طن
وعشرين طن من دي. فهتلاقي عندك هنا ادي 20 يونت من اكس ايه، يعني 20 طن زائد 40 يونت في 2.5، خليها دي تكون، خليها 40 اخر، 40 يونت من اكس ايه، فدي هتحتاج لك 40 طن من ماتيريال ايه، و40 يونت من اكس بيحتاج لك 2.5 للحاجة الواحدة، فدي تبقى كام؟ 85 كتير جدا، خلينا نقول 20 مثلا، 50، تمام. فهتلاقي ان كده انت محتاج 95 طن. طيب انت معاك من ماتيريال ايه كام طن؟ 85. فلا مش هينفع انتج العدد ده، فانا عندي الكونسترين ان انا الاوزان بتاعت اليونتس بتاعت ايه اللي هو ادي اكس ايه كام يونت في الوزن بتاعها 1 طن، وكام يونت من بي في 2.5 طن، المفروض انه اصغر من 85. ده اول كونسترين. بنفس الطريقة هنعمل ماتيريال بي اللي هي 4 من A وتلاتة من B، 4xA زائد 3xB، برضو المفروض ان وزنهم يبقى اقل 242. ادي ده اول كونسترين، ده تاني كونسترين. طيب ايه تالت كونسترين؟ ان انت بيقول لك انا عندي xA اصغر من او يساوي 70، اكس بي اصغر من او يساوي 25. تمام، ده كده الكونسترينز. البروفيت بقى، البروفيت بقى هنا عندي بايه؟ هو اصلا البروفيت او الاوبجكتيف هو البروفيت، اللي هو عندك الزد هتساوي عندك 5 جنيه من يونت اكس اي زائد 9 من يونت اكس بي. انا محتاج اعمل للزد ماكسمايز، تمام كده. طيب ده بقى بعمله ازاي؟ بروح ارسمه على التشارت بتاعتي، راسم كده تمام. هرسم هنا ده الاكس ايه، واخد هنا ده الاكس بي. محتاج اعرف الليميتس بتاعتي ايه، فهروح على المعادلات كده واصفرها، احط اكس بي بزيرو واشوف اكس ايه بكام. 85، حطيت اكس بي بزيرو تبقى 242 على الاربعة، يعني بشوف الاكس ايه اخرها كام عشان خاطر لما اجي ارسم الرسم بقى ابقى عارف انا هرسم اخر كام في الاكس ايه والاكس بي. فهصفر الاكس بي في كله واشوف الاكس ايه هتبقى بكام. فالاكس بي بزيرو هنا تبقى 85، اكس بي بزيرو هنا فهي 242 على الاربعة اللي هي ب 60، وهنا الاكس ايه ب 70. فانت عندك الاكس ايه اخر 85، فرقم لحد 100، 10 20 30، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. هعمل نفس الكلام في اكس بي، ان انا احط الاكس ايه بزيرو، فهتلاقي ان هي 85 على 2.5، تمام. حطيت اكس اي بزيرو يا اكس بي هي 242 على 3 اللي هي 81 تقريبا، وب 25 فهي برضو هرقمها لحد 100، تمام. فعندي ادي كده 10 20 30، ممكن اوسعها شوية عشان هي اصلا يعني مش محتاجة هنزنقها. أدي 10 20 30 40 50 60 70 80 90. أبدأ بقى أرسم الكونسترينز بتاعتي. هرسم الكونسترينز إزاي؟ إن أنت هتقول له والله لما تكون الإكس إيه بزيرو الإكس بي هتساوي كام، والعكس، تمام. لما تكون الإكس إيه بزيرو الإكس بي هتساوي كام؟ 85 على 2.5، 34. فهاجي هنا الاكس بي ب 34 اهو. ولما يكون الاكس بي بزيرو، يعني كل ده في لسه اول كونسترين، برسم خط خط من الكونسترينز دول. انا عندي كام خط؟ 4 كونسترينز، ارسم الاربعه. لما يكون الاكس بي بزيرو، اكس اي ب 85، فهاجي ارسم ده 85 و
واوصل الخط ده ببعضه. تمام كده؟ طيب ده الكونسترين رقم واحد. بتقول لي هنا ان انت اكس ايه ده تنقص اكس بي اصغر من 85، اصغر من 85 السهم ده بص لتحت ولا بص لفوق؟ هنا هيبقى بص لتحت. طيب اعرف منين لو انا مش عارف اجيبها من المعادله او مش فاهمها؟ اعوض باي نقطه، اعوض بنقطه 20، اكس بي بتساوي 20. شوف هل الاكس ايه هتطلع بره ولا هتبقى جوه؟ فلو عوضت الاكس بي بتساوي 20 هنا يبقى عندك 85 ناقص 2.5 في 20، هتلاقي ان الاكس ايه ب 35. 35 ليه هنا اهي كده، ده معنى كده ان انت واقع جوه. شايف انت بعيد قوي، ممكن تعوض بال10. يبقى 85 ناقص 2.5 في 10، 85 ناقص 2.5 في 10، هتلاقي ان الاكس بي ب 60. انت واقع هنا ستيل، واقع فين؟ جوه. انت الاريا اللي جوه دي اول اريا معاك في الحل. تمام، الحل بتاعك موجود جوه هنا. ابدا ارسم تاني خط، تاني كوسترين بيقول لي ايه؟ 4xA زائد 3xB اصغر من او يساوي 242. انا برسم الكونسترينز بتاعتي عشان اشوف والله هو محتاج ينتج كام يونت من A وكام يونت من B عشان يحقق الاوبتيمم بروفيت، يحقق الماكسيمم بروفيت. تمام، لو عملت باي طريقه تانية قلت والله طب انتج طيب عدد ازيد من A، عدد اقل من B، حاجه من الاثنين، يعني تطلع بره الكونسترينز وانت محتاج ده زي ما قلنا. يعني مثلا انت دلوقتي قلت، خلينا نجيب الحل وهنشوف. تاني كونسترين 4 xa زائد 3 xb بتساوي 242. صفر لي اكس بي واشوف الاكس ايه بكام. يبقى 242 على 4 الاكس ايه ب 60.5، ادي اكس ايه. اكس بي صفر لي الاكس بي، فيبقى اكس بي قصدي في اصفر لي اكس ايه 242 على 3 ب 80.5، 80.6. تمام، فهوصل ده تمام كده، ده كده 2 برضه تلاقيه باص لتحت. فلما يكون ده باص لتحت ده باص لتحت، فتلاقي الاريا عندك هي الاريا فين اللي هي لحد دلوقتي هي كده. تمام، خلينا نكمل بقية الكونسترينتس. الاكس ايه اصغر من او يساوي 70، ادي الاكس ايه اصغر من 70 كده وباص لتحت. الاكس بي اصغر من او يساوي 25، 25 اللي هي اهي. يبقى ده كونسترين 3 وده كونسترين 4. لو جيت ابص بقى على الاريا عندي اللي هي بقت محصوره عندي بالاسهم دي، دايما يبقى عينك عليها هتلاقي ان هي الاريا دي، يعني عيني دايما هتبقى عليها مع كل كونسترين هرسمه واعمل لها ابديت. تمام، فين الاوبتيم سوليوشن لو انا عندي دلوقتي هرسم نقط وهقول مثلا ان دي نقطة A ودي نقطة B ودي نقطة C ودي نقطة الديف، عايز اعرف الاوبتيم سوليوشن هو انهي نقطة هنا. تمام، اعرف منين؟ محتاج ارسم خط الاوبتيم سوليوشن. طيب نيجي نرسم خط الاوبتيم سوليوشن، فهو عندك الزد هتساوي 5xA زائد 9xb. السلوب هنا انت عندك اكنك بتقول y تساوي mx زائد b، صح؟ السلوب محتاج تجيب الواي هنا، من الواي بتاعتك هي الاكس ايه، يبقى الاكس ايه بتساوي ايه؟ اكس ايه هتساوي نيجاتيف 9 على 5 اكس بي ناقص زد على 5. حولت المعادلة بس لكده. لو انا اعتبرت ان دي هي الواي وده هو الاكس، يبقى 9 على 5 ده هو السلوب. يعني محتاج ارسم خط ميل بتاعه 9 على 5. تمام، طيب لو انا 9 على 5 دي يبقى عندك لما يكون خليها 90 على 5، مش هي هي؟ او خليها 9 على 5 مش فارقة، يعني ممكن 9 على 5 دي نخليها مثلا تبقى زي مثلا 45 على 25. يبقى انا محتاج ان انا هقطع 45 من الواي اللي هي هنا و 25 من الاكس اللي هي هنا، اوصل دول ببعض. ده خط
انا برسم الميل بتاعه، ما هوش خط انا مثبته. تمام، فين هو خط زيادة الزد؟ يعني ماكسمايز الزد يبقى فين؟ اسهل حاجة تعوض بيها، عوض عن الاكس اي واكس بي بتساوي زيرو. اكس اي واكس بي بتساوي زيرو، اللي هي نقطة تحتيك هنا، نقطة تحت دي بتخليك الزد بزيرو مينيموم. يبقى انا عشان ازود الزد محتاج ان انا اطلع لفوق كده. كل لما هطلع بالخط ده لفوق، اعمل سويب لفوق، كل لما البروفيت هيزيد. طيب هعمل ايه؟ انت السوليوشن بتاعك هو الاخضر صح؟ هتحرك بالخط الاسود ده بارلل لحد ما اقطع اخر نقطة في السوليوشن. فين السوليوشن؟ ادي ده السوليوشن بتاعي. ده السوليوشن، فهتحرك بالخط الاسود ده بارلل لحد ما اقطع، الاقي ان عندي اخر نقطة هو بيقطعها هي النقطة دي. ساعتها هقول له ان الاوبتم سوليوشن او الماكسيمم بروفيت ات نقطة بي. طب نقطة بي دي هل انا هروح من على الرسم البياني واروح شايف البي دي عندها الاكس اي بكام والاكس بي بكام؟ لا، هتطلع مش صح. طيب نقطة بي دي هي تقاطع انهي خطين؟ تقاطع كونسترين 2 مع تقاطع كونسترين 1. خلاص هروح راجع هنا احل معادلة 1 ومعادلة 2 على الكالكوليتر، اللي هي اكس اي زائد 2 ونص اكس بي بتساوي 85، 4 اكس اي زائد 3 اكس بي بتساوي 242. طيب هتقول لي هنا عندي مشكلة، خلينا بس نكتب المعادلتين دول، دول معادلتين اللي التقاطع بتاعهم بيجيب لك الاوبتم سوليوشن. ان عندي اكس اي زائد 2 ونص اكس بي هتساوي 85، و اكس اي 4 اكس اي زائد 3 اكس بي هتساوي 242. هتقولي هنا انت كان فوق كان اصغر من او يساوي، ليه هنا قلت يساوي؟ عشان انت يساوي عشان انت واقع على الخط. انت نقطة بي دي، نقطة بي دي بتاعتك مش واقع على الخط اللي هو كونسترين 1 وكونسترين 2، اذا هي بتحققه ان هو بيساوي. الاريا اللي تحتيهم اللي هو السهم ده، ده الاصغر منه. تمام، فعشان كده انت نقطة بي هي يساوي. هتحل المعادلتين مع بعض هتلاقي ان عندك الاكس اي هيساوي 50 يونت، والاكس بي هيساوي 14 يونت بير مانث. يعني انت هتروح راجع للمصنع تاني تقول له بص انت محتاج تنتج 50 يونت من A و14 يونت من B، وساعتها هتحقق الماكسيمم بروفيت وفقا لظروف التشغيل بتاعتك. هروح جاي واحد يعني يستنصح ويقول لك طب انا عندي فكره، هو انا لو جيت جربت مثلا، يعني لو جيت اجيب الزد بقى البروفيت بتاعي اللي هو كان بيقول لك ايه 5 اكس اي زائد 9 اكس بي، خلاص انت عارف الاكس ال الاوبتيمم بكام والاكس بي الاوبتيمم بكام، ف5 اكس اي زائد 9 اكس بي هيطلع ده بي 376 جنيه في الشهر. واحد هيقول لي طب انت قلت ان هما 5 اكس اي زائد 9 اكس بي، عوضت دي ب50 وعوضت دي ب14. طب انا لو خليت اكس اي دي ب60 وخليت اكس بي دي ب20، مش طبيعي ان انا هجيب بروفيت اكبر؟ هقول لك اه تمام جدا، بس تعالى بص كده على الكونسترينز بتاعتك. تعالى بص على اول الكونسترين بس، مثلا ده انت 60 من دي و20 من دي. كان اول كونسترين بيقول لك ان عندك اكس اي زائد 2 ونص اكس بي يبقى اقل من او يساوي 85 طن. لو عوضت هنا اكس اي ب60 زائد 2 ونص في ال20 هتلاقي نفسك محتاج 110 طن، وانت اصلا مش متاح لك غير 85 طن. فهو ده هو الماكسيمم بروفيت، وده الاوبتيمم سوليوشن وفقا لشويه كونسترينز عندك. طبعا كل ما هزود اليونتس كل ما هكسب اكتر، بس انا محدد لحاجات معينه. تمام، طيب فمحتاج بقى ان انا اقول للكونسترينز هنا مين فيهم السكيرز او البيندنج البايندنج، ومين فيهم النون بايندنج، مين فيهم الاباندنت ومين فيهم الريدندنت. انا عندي 4 كونسترين، فلو جيت اقول له هنا مين هما السكيرز، ابص كده اللي بيعدوا بالاوبتيم سوليوشن هو 1 و2، الخطين دول 1
واتنين. طيب مين هما بقى النون بايندينج في اباندنت وفي الريدندنت؟ مين فيهم الاباندنت اللي هو بيشارك في السوليوشن ولكنه ما بيعديش بالاوبتوم؟ هو أربعة اهو، ان هو السوليوشن بيعدي بيه ولكن مش الاوبتوم بتعدي بيه، فراح جاي هنا اقول ان ده أربعة. الريدندنت اللي هو كده كده بره السوليوشن خالص هو ده اللي هو تلاتة، وهنشوف عليهم اناليسيس دلوقتي وشغل. تمام. طيب معنى السكيرس هنا بيمثل لي ايه؟ بيمثل لك ان واحد واتنين دول ما اقدرش اعجز فيهم في شهر. يعني انت قلت لي ان انا محتاج عشان الماكسيم بروفيت والاوبتيم سوليوشن ده 85 طن من ماتيريال A و 42 طن من ماتيريال B. تمام. ما ينفعش تقول لي هديك الشهر ده 80 طن، مش هينفع، انت كده بتاثر لي على الاوبتيم سوليوشن. تمام. يبقى ما ينفعش السكيرز ان انا العب فيه اقلله، عشان تقليله هيقلل لي البروفيت، تزويده هيزود البروفيت، وهنشوف بقى ازوده لحد كام. يعني انا ده ما يقلش بس ممكن ازوده، ده السكيرز مأثر عندك. فانت دلوقتي هتروح بعد ما تعمل اناليسز للمصنع تروح رايح قايل له مثلا المكنه دي والمكنه دي هم اهم مكانتين عندك، هم السبب في ان هم يحققوا لك الماكسيم بروفيت، فلازم تخلي بالك منهم، تعمل لهم صيانه دوريه عشان خاطر لو واحده فيهم عطلت ساعه واحده المكسب بتاعك هيقل على طول، بتأثر في المكسب مباشرة. تمام. فده على حسب مثلا عمالة، ممكن يبقى عندك السكيرز بتاعك هو العمالة، انت بتشغل الموظفين 8 ساعات، فلو في موظف خد اجازة ولا اشتغل 7 ساعات ولا حاجة هيأثر معاك في البروفيت على طول. فبيبقى في عندك حاجات هي الأساسية جدا في الشغل، إذا كانت ماتيريال، إذا كانت معدة شغالة عدد ساعات معينة، إذا كانت معدة بتنتج عدد معين من القطع، مثلا معدة بتنتج 100 قطعة، فانت لقيت ان انت بعد ما عملت البروجرامنج بتاعك لقيت ان انتاج المعده دي ال 100 قطعه ده سكيرز، فالمعده دي لو خستعت شويه وانتجت 90 قطعه انت خسرت. تمام. فانت بتعمل الاناليسيس ده تشوف مين اهم حاجه عندك، ما ينفعش عشان التاثر فيها بيأثر في البروفيت على طول، فهي دي السكيرز. طيب بالنسبه لي ال نون بايندنج اللي هم عندك ده، لقينا ان هو ريدندنت، لقينا ان هو ده abundant، لقيت ان انا اقدر انقصه. يعني انا دلوقتي الاوبتيم سوليوشن من بيد انا هنتج كام واحده؟ فين هنا الاوبتيم سوليوشن من بيد هنتج 14، فانا لو عندي معده بتنتج اصلا في الشهر 25، هل محتاج 25 كلهم؟ لا، انا خلاص انا الاوبتيم سوليوشن وفقا للظروف اللي انا عندي هنتج لحد 14 بس، فانا في عندي يونتس زياده مش محتاجها، فمحتاج اريح المكنه، ممكن مقاس مثلا جايب مكنه استبني ليها شغالها ووقفها خلاص مش عايزها. تمام. نفس الكلام للاكس اي اللي هي اصغر من او يساوي 70. فانت عندك لما بنيجي نعمل اناليسز بنعمل على السكيرز اناليسز وبنعمل على النون بايندنج اناليسز. ايه نوع الاناليسز اللي هنا دول؟ ان انت بتقول لي الماكسيمم ديكريز، تمام، في النون بايندنج. يعني عندك في النون بايندنج ده بعمل له اناليسز اقول له الماكسيمم الماكسيمم ديكريز، ايه الماكسيمم ديكريز فيهم؟ يعني دلوقتي لو مسكنا كونسترين 4 تمام، او مثلا اكس اي، اكس اي انت قلت لي ان الاوبتيم عدد منهم هو 50 يونت، وكان بيقول لك ان انا عندي الاكس اي دي اصغر من او يساوي 70، اكس اي اصغر من او يساوي 70، فانا معايا ان انا اقلل اي بمقدار 20 يونت، بدل ما هو كان بينتج 70 يونت انا مش محتاجهم، انا الاوبتيم سوليوشن بتاعي ان هو ينتج 50، فساعتها انا محتاج انتج 20 يونت في الشهر. يبقى احنا قلنا النون بايندنج بعمل لها ماكسيمم ديكريز، السكيرز بعمل لها ماكسيمم انكريز. تمام. بشوف ان انا النون بايندنج ده اللي هو مثلا حاجه زي ده، انا مش محتاج كل ده، انا محتاج ان انا هنزل بيه لحد ما يقطع الاوبتوم سوليوشن كده.
انا مش محتاج كل اللي فوق ده، كل اللي فوق ده انا مش محتاجه. فيبقى الماكسيمم ديكريز في النون بايندنج اللي هو رقم 3 ان انا هنزل بيه لحد نقطة بي، لو نزلت تاني هروح اعمل خط تحت هنا. الخط ده هيخلي ان الاوبتم ما يبقاش نقطة بي، ساعتها هيلاقي ان الاوبتم بقى النقطة دي، وده غلط. انا كده غيرت السوليوشن. فيبقى الماكسيمم، يبقى البايندنج بعمل له ماكسيمم ديكريز، ان انا بفضل اقلل فيه في الانتاج بتاع المكنة دي عشان مش محتاجه كله خلاص. هي دي كانت انهي نقطة؟ تمام كده. فبعد في البايندنج ديكريز، لو بنفس الطريقة عملنا الأربعة، إن أنا هقلل الأربعة لحد ما يوصل لحد نقطة بي، لحد ما يوصل لحد هنا. كل الحتة دي أنا مش محتاجها، يبقى هقللها من أول فين؟ الماكسيمم ديكريز في اكس بي. اكس بي الاوبتم بتاعك كان 14، وانت قلت لي انت بتنتج اكس بي اصغر من او يساوي 25، يبقى 25 ناقص 14 هتساوي 11 يونت. يبقى انا ينفع اقلل البرودكشن بتاع بي 11 يونت، بدل ما انا محتاج 25. انت 25 ليه؟ مش عايزه، مش حاقل ماكسيم بروفيت. تمام، انت 25 هو هدر على الفاضي. تمام، لانك هتقول لي انا هنتج من دي 25 وانتج من دي 70، الماتيريال مش هتقضي، مش هتعرف اصلا تنتجها. تمام، يعني لو قلت مثلا ان انت دي قلنا 70 وقلنا دي 25، هتلاقي ان عندك طلع كام طن؟ 70 زائد 2.5 في 25 132، اصلا مش هتعرف تنتجها، هي 85 اخرك. تمام، فاللاين ده مش هينتج لي الناتج بتاعه. فانا بقول له بقى بص، يعني نقص لي ده 20 يونت، نقص لي ده 20 يونت، ونقص لي ده 11 يونت. تمام، طيب كده احنا عملنا اناليسز للنم بايندنج كونسترينت، اللي هو ده واللي هو ده. محتاج بقى نعمل اناليسز للسكيرز. احنا اتفقنا ان احنا كل ما هنزود السكيرز بتاعتي، كل ما هزود الاكس اي والاكس بي، كل ما هزود البروفيت. بس انا محكوم، محكوم بايه؟ محكوم بالكونسترينت، البايدنج كونسترين اللي هم 1 و2. محكوم ان انا عندي 85 طن بس من ماتيريال A و242 طن من ماتيريال B. فهو جه قال لك طب انا دلوقتي لو اديتك اوبشن عندك في المحطه بتاعتك او في المصنع بتاعك، ان انا اقدر ازود لك واحد منهم. يعني ممكن اديك مثلا في الشهر بدل 85 طن من ماتيريال A، ممكن اديك 100 طن من ماتيريال A. تمام، او ازود لك التاني اللي هو اديك بدل 242 طن من ماتيريال B، اديك مثلا 300 طن من ماتيريال B. اني فيهم افضل لك؟ اني فيهم هيحقق لك بروفيت اعلى من التاني؟ تمام، دي هعملها ازاي؟ لو انا دلوقتي هعمل الماكسيمم انكريز ان كاباسيتي بتاعت الرو ايه، احنا شفنا هنا كان ماكسيمم ديكريز عشان هي زياده، هي اصلا فائض عن الحاجه بتاعتي، فانا بعمل ماكسيمم ديكريز ما اقدرش اقل عنه. الماكسيمم انكريز في كل واحد فيهم بقى في اللي جاي ده، همسك الكونسترين بتاعه والغيه. هتشوف الكونسترين ده كان بيأثر على الحل ازاي، وهشيل تأثيره على الحل. تمام، في الماكسيمم انكريز في الكباسيتي بتاعت الرو ايه، نطلع كده الرو ايه ده اللي هو كان كونسترين واحد، محتاجين ان احنا نمسح تمام. ودي النقطة دي بي اهي. تمام، وده كان الحل بتاعنا. تمام جدا. طيب وده كان الاوبتم سوليوشن، لو كنا ده الخط الميل بتاعه، ده كان الزد. طيب انا دلوقتي لو همسك كونسترين اللي هو بتاع رو ايه، اللي هو كونسترين واحد، فين كونسترين واحد؟ الخط بتاعه هو ده، هشيل تأثيره. لو شلت تأثيره الحل هيبقى عامل ازاي؟ انت كنت بتقول ان ده بيبص كده،
صح؟ وده بيبص لتحت، فلو شلت تأثيره هتلاقي نفسك ضفت الحتة دي للسوليوشن. دي اللي كونسترين ايه كان بيشيل. لو ضفت دي للسوليوشن، الاوبتيم سوليوشن هيبقى فين بقى؟ لو جيت تحرك الزد دي بارلل هتلاقي الاوبتيم سوليوشن بقى دي، بقى النقطة اف، اللي هو اف وتقاطع خط مين؟ تقاطع الخط 2 مع الخط 4. تمام، هتحل خط 2 مع خط 4 هتلاقي ان عندك 4 دي الاكس ب 25، هلاقي عندي ان الاكس بي هتساوي 25 والاكس ايه هتساوي 41.75. تحطها بكسوره، تقول لها هو ازاي كسر في الشهر، اللي هو عشان هو لو انتج 41.75 قطعه في الشهر، لو خلصته ما هينتج اللي بعديهم، فمش مهم، فاهم يعني؟ سيبها كسور زي ما هي. فدلوقتي دي هتلاقي عندك ان الاوبتيم الجديد بقت نقطة F. تعال احسب الزد. المتوقع ان انت عملت ايه اصلا؟ ان انت لما جيت هنا حركت خط واحد ده برل لنفسه لحد ما بقى خط واحد هنا، بقى ده خط واحد الجديد. يعني انت زودت مثلا لو هي معدة زودت عدد ساعاتها، زودت عدد البرودكت اللي بتنتجها، هنا انت زودت ماتيريال ايه، بدل ما كانت ماتيريال ايه كانت 85 بقت اكتر. لو تيجي نشوف مثلا بقت كام، هي عندك اكس ايه زائد 2.5 اكس بي، يعني هي اكس ايه زائد 2.5 اكس بي اللي هو 41.75 زائد 2.5 في 25، بقى عندك 104.25. ده بدل 85، بدل ما انت كنت بتنتج 100 بتطلع 104 طن، بقيت بتطلع خمسة، قصدي بدل ما كنت بتحتاج 85 طن بتحتاج 104 طن، انت زودت اللي انت بتحتاجه. فطبيعي لما اجي احسب الزد ان لازم تكون الزد اكبر، تمام، والا انا بخسر. تمام كده، احسب لي الزد بكام بقى. الزد كان القانون بتاعها بيقول لك ان هي كانت كام، قانون 5 اكس اي زائد 9 اكس بي، ده هيساوي هتلاقي ان هو 5 في الاكس اي بكام، 41.75 زائد 25 في 9 هيطلع 433.75 جنيه في الشهر. ولكن انت زودت الكباستي بتاع ايه، دلتا كاباستي هتساوي كام؟ هتساوي هنا 104.25 ناقص 85، زودتها كام؟ 104.25 ناقص 85، زودتها 19.25، سوري طن في الشهر. محتاج بقى ان هو يعمل حاجه كده اسمها الواي واحد، ان هو لو غير في الكونسترين بتاع واحد ده حاجه اسمها الدلتا بروفيت على الدلتا كاباستي. دلتا بروفيت عندك 433.75 ناقص الكاباستي اللي هي كانت، اللي هي قصدي البروفيت الاساسي لو كان 376، فين هو الزد الاوبتيمم اهو 376، ده كان الاوبتيمم بتاعك. فده الدلتا بروفيت على الدلتا كاباستي اللي هي 19.25، هتلاقي الرقم ده يطلع ب 3 جنيه لكل كل طن، مش كل يعني. يعني كل طن هتزوده من ماتيريال ايه هيزود لك في الفايدة او البروفيت 3 جنيه. محتاج اعمل ده للسكيرز التاني، تمام، نفس الكلام هعمل للسكيرز التاني اللي هو كان فين، اللي هو ده اللي هو سكيرز 2. لو جيت تزود فيه محتاج ان احنا ننظف
تمام. تمام انا هزود دلوقتي السكيرز اللي هو 2 ده، هزوده لحد فين؟ هلغيه خالص. لو انا جيت لغيته تمام، فده باص لتحت وده باص لتحت، فلاقي ان هو مأثر على السوليوشن الحتة دي. تمام كده. فهلاقي ان انا لما هشيله، من هو مش هيشيله، هو فكرة ان هو هيزوده، يعني شايف هو فين؟ هيفضل يزقه لحد ما يبقى هنا، باص لتحت. فالنقطة الجديدة اللي بتأثر عليها هي النقطة دي، دي نقطة السوليوشن، سميها مثلا نقطة جي مثلا، دي النقطة الأوبتيمال الجديدة. يعني انت لو طلعت بالخط الزد ده بارلل، هتلاقي نفسك بتقطع نقطة الجي. طيب محتاجين نقطة الجي دي تقاطع مين؟ تقاطع كونسترين 3 مع تقاطع كونسترين 1، فأحل 1 مع 3، لأن أنا محتاج من اكس اي 70، لأن أنا محتاج من اكس اي 70 ومحتاج من اكس بي 6، ده الماكسيمم انكريز الكاباسيتي اوف الرو ماتيريال بي. لو زودت الماتيريال بي محتاج ان انا اجيب 70 من ايه مع 6 من بي. جميل. ده هيجيب لك بروفيت سعر 404. هجيب الواي بتاعتها اللي هي 404 ناقص البروفيت الاوبتيم اللي هو كان 376 على الدلتا الكاباسيتي. الكاباسيتي كانت كام؟ الكباستي لو نيجي نبص هنا كان والله بيقولك 242 طن. طب دلوقتي بقت 3 في 70 زائد 4 في 70، سوري 4 في 70 زائد 3 في 6، ده هيساوي كام؟ 4 في 70 زائد 3 في 6 هيديك ان هي 298 بدل 242. في 200 وكم؟ 98 ناقص 242، ده هيطلع نص جنيه لكل طن. كل طن هتزوده الماتيريال بي هيزود لك في الفايدة نص جنيه. فأنا دلوقتي هدي بريورتي، يعني أنا عندي بريورتي إن أنا أديها، هل هزود ماتيريال ايه ولا هزود ماتيريال بي؟ لا والله هزود ماتيريال ايه، عشان كل زيادة في ايه بتزود لي الفايدة جامد جدا في الآخر. كل طن هزوده في ايه هيزود لي الفايدة 3 جنيه، انما كل طن هزوده في بي هيزود لي الفايدة نص جنيه. فساعتها انا هفضل مين؟ هفضل ان انا ازود في ايه دايما. تمام. ومش هقدر ازود عن كده، يعني مش تقدر تزود عن ده، والبروفيت مش هيقدر يزيد عن البروفيت اللي احنا حسبناه اللي هو كان 433، مش هيزيد خلاص. تمام. اكتر من كده انت ريدندنت وخلاص، يعني اكتر من كده هتزود هتلاقي ان الاوبتيمم سوليوشن بيجيب لك فايدة هي 433، مش فايدة أكتر من كده. هنا كانت الفايدة كانت 404، لو قعدت تزود في ماتيريال بي لحد بكرة هي 404 الماكسيمم بتاعك، زود براحتك هي 404. تمام. فمالهاش لازمة، هتلاقي عندك ماتيريال رو مش بصنع منها وفايدة. فالأباندنت بنعمل لها أناليسز نشوف الماكسيمم ديكريز عشان هي بتبقى أوفر برودكشن، والريدندنت بنعمل لها ماكسيم انكريز هقدر ازودها لحد فين وازود انهي خط انهي حاجه. يعني انت عندك قلنا ان الانتاج بيعتمد على مثلا معدتين او 3، لو زودت الشغل بتاع انهي معده هيزود لي الفايده اكتر من الثانيه، فعارف ان المعده دي هي الجوكر بتاعتي، لو لعبت عليها هزود البروفيت بتاع المصنع جامد جدا. تمام. طبعا الموضوع يعني ممكن لو تقعد تفكر فيه كده هو واسع جدا، تطلع منه افكار وحاجات، بس احنا بنشرحها على سكيل 2 دي يعني، بس هو كده ما بيبقى شغال في شركات ومصانع بأسكيل أكبر من كده بكتير. تمام. كده خلاص بقيت عارف خلاص المعدتين دول هما لو واحدة فيهم وقفت ساعة أو قللت إنتاجها الفايدة أو الربح بتاعها هيقل. تمام. فهشغلهم كويس جدا، وهقول والله لو أنا جيت في يوم من الأيام بقى معايا فلوس وعايز أشتري معدة، هشتري معدة من أنهي نوع؟ المعدة اللي بتنتج لي مثلا الأزايز أو الكوبايات، هي دي اللي بتحقق لي فايدة أكبر. تمام. طيب آخر حاجة معانا، وهي ان انا لو الفاكتورز بتاعت البروفيت اتغيرت. اخر اناليسس عندي بعمله لو عندي البروفيت الفاكتورز بتاعته اتغيرت. احنا قلنا ان الزد هتساوي 5 اكس ايه
زائد 9 اكس بي، تمام. ان انا الربح بتاع بيع المنتج رقم ايه ده 5 جنيه، والربح بتاع بيع منتج بيه 9 جنيه. فهو هيدرس لك 3 حاجات: لو الربح مع الوقت بتاع ايه ده زاد بقى سي ايه، ايه هو الليميتس بتاعت الفاكتور ده اللي هو يقدر يتحرك ما بينها، يعني سي ايه ده يتغير من كام لكام بحيث ان الاوبتم سوليوشن يفضل زي ما هو. الاوبتم سوليوشن اللي هو كان ايه، ان انت كان عندك اكس ايه دي كان 14 ودي كان 25 تقريبا، 50 و14. ان انا السعر او البروفيت بتاع ايه ده يتغير من فرنج كام بحيث ان يفضل اوبتم سوليوشن ان انا انتج 50 من ايه و50 من بي و14 من بي، تمام. لو رحت لحاجة تانية جوه الليميتس بتاعتي هلاقي ان البروفيت قل، تمام. دي عاملها ازاي؟ اول حاجة محتاج اجيب السلوب بتاع الخط ده، فنحلها الاول جنرال. هذه الزد هتساوي السي ايه اكس ايه زائد السي بي اكس بي. السلوب هو مين؟ انت قلت ان الواي بتمثل اكس ايه والاكس بتساوي اكس بي، في السلوب بيساوي كام دايما؟ السلوب يبقى السي بي على السي ايه، تمام. طيب السي بي على السي ايه المفروض يبقى الليمت بتاعتها من كام لكام؟ انت عندك، نمسك كده الخط ده، المفروض ان هو الخط ده عشان يقطع بالنقطة دي المفروض يبقى السلوب بتاعه محصور بين سلوب السلوب بتاع السكيرز بتاعته اللي هو الخط ده والخط ده، صح كده؟ السلوب بتاع الخط ده كام؟ اللي هو رقم 2، تعال نشوف كده. 2 ده هو 3/4 السلوب بتاعه. السلوب قلنا معامل بي على معامل ايه، 3/4. السلوب بتاع ده 2.5 على الواحد، 2.5. يبقى السلوب بتاع الزد محصور دايما بين 3/4 وبين 2.5، تمام. طيب لو انا قال لك بقى، لو انا عندي ان السي اي بخمسة، السي بي تتحسب بكام؟ يعني قال لك ان لو السي اي بخمسة زي ما هي ما اتغيرتش، يعني السي اي بكام هنا؟ خمسة. قال لك هي بخمسة ما اتغيرتش، ساعتها السي بي هتساوي، هتلاقي ان هي بتنحصر بين 3 3/4 وبين 12.5. المفروض ان انت اصلا السي بي بتاعت المسألة بتاعتك تبقى فعلا واقعة في الليمت ده، عشان لو مش واقع يبقى انت حل غلط. ده السي بي عندك بكام هنا في المسألة اصلا؟ بتسعة. هل وقع في الرينج ده؟ اه وقع في الرينج ده. ففي حالة ان السي بي هتتراوح من 3.75 لحد 12.5، الزد هيتراوح من كام لكام؟ الزد قلنا هو عبارة عن 5 اكس ايه زائد سي بي في اكس بي. الاكس ايه والاكس بي هما نفس السوليوشن اللي هو ده ب50 وده ب14. هلاقي عندي ان الزد 302.5 لحد 425. الفايدة بتاعتك بتقع في الرقم ده؟ اه الفايدة بتاعت 376 اصلا، فهي فعلا وقع في الرينج اللي هو ده، فتبقى متأكد ان انت ماشي صح. طيب لو جينا اصلا نفهمها، ان انا قلت لك ثبت السي اي والسي بي هي اللي بتتغير، تمام. فالسلوب بتاعك سي بي على الخمسة ده ترسم ازاي؟ سي بي على الخمسة يعني ادي ده بتمثل سي بي واقطع من هنا خمسة. فين اتجاه زيادة السي بي؟ ده اتجاه زيادة السي بي. كل ما هزود السي بي كل ما هتلاقي الخط ده بيروتيت في كلوك وايز، تمام. السي بي هتزيد. طب ادي الخط بتاعه، تمام. لما هزود هفضل ازود لحد فين؟ هزود لحد ما هو ما يطلعش من الخط ده، هفضل هيفضل ده يلف بس ما ينفعش ان هو يطلع ايه اخره، ان هو اتانجنت ليه، صح كده؟ ما يطلعش بره. فالخط ده السلوب بتاعه كام؟ كم ما يبقاش تانجنت ليه، انت عايز الاوبتم يبقى نقطة، يبقى مش ما يبقاش تانجنت، ما يبقاش ايكوال،
تمام. فانت عايز ان السي بي تزيد بس لحد الليميت ده، الخط ده السلوب بتاعه هو بتاع نقطة واحد اللي هو باتنين ونص، فانا هو اصغر من اتنين ونص. طيب السي بي هتقل ازاي؟ هتقل كده، يبقى ان هو يكون اكبر ملفوش اكتر من ايه، ان هو ما يطلعش من الخط ده اللي هو اتنين، يبقى محصور بين الخط ده وبين الخط ده تمام. فهتلاقي دايما ان هو ده السلوب بتاع السكيرز بتاعتك وده هو الفاكتورز. والله قال لك انا غيرت السي بي بتغير، اللي هو الفايدة بتاعت البيلة بتتغير مش 9، فقول لي الليميتس بتاعتي ان هي تتغير من كام لكام. والله لو اتغيرت من 3 و3/4 الفايدة بتاعت بيع المنتج لحد 12.5، هيفضل نقطة بي هي الاوبتم سوليوشن، هي البروف بتاعك من كذا لكذا. نفس الكلام لو كنت تعمله على ايه، ان هو انت سبت الفايدة بتاعت بي ب9 بس فايدة ايه بتتغير، هتلاقي ان السي اي من 3.5 3.6 ل 12. ان انا ابيع الوحده الواحده او الفايده بتاعت الوحده الواحده من 3.6 لحد 12، ده يخلي لي البروفيت بتاعي من 306 لحد 726. هتلاقي ان السي اي كانت بكام اصلا عندك في المساله، كانت ب5، فهي عاوزة الليمت، والزد اي كانت ب376 فهي عاوزة الليمت. فان انا اغير الفاكتورز بتاعه البروفيت في الرينج ده، هفضل الاوبتيم بتاعي هو هو. لو طلعت براها، لو بقى عندي والله البروفيت بتاع بيع يونت ايه مثلا ب14، لا انا محتاج احل المساله تاني، عشان كده الاوبتيم بتاعي متغير، الاوبتيم مش نفس النقطه. انما طول ما انت عندك الفاكتورز بتاعت السي اي والسي بي بتتغير، سي بي على السي اي بتتغير وزن الرينج ده، فانت الاوبتيم هو نفس النقطه. وانس ان هي طلعت، محتاج تروح تعمل دراسه تاني للسيستم بتاع الراجل ده تمام كده. هنحل مسألتين، مسألة 3 في الشيت ومسألة 9، مش هنطول لأن مفيش حاجة جديدة نقولها هنا. مسألة 3 بيقول لك هنا عندي شركة تعبئة طماطم، صلصة ومعجون طماطم تمام، بتستلم 60,000 كيلو من الطماطم. فأنت عندك هنا 60,000 كيلو جرام طماطم تمام. سعر الكيلو 7 جنيه للكيلو جرام، هينتج منها شوية طماطم عصير وشوية طماطم معجون تمام. بيقول لك ان هو هيحطها في اكياس او باكجات، الباكج فيه 4 كنز، اربع كنزات، 24 كنز تمام. الكين الواحدة بتحتاج من العصير 1 كيلو جرام تمام، الكين الواحدة بتحتاج 1 كيلو جرام جميل. كين الواحدة العصير، فهو دلوقتي عنده هنا بص ايه عنده، دي كيس تمام، الكيس فيها 24 كنزس تمام، 24 علبة تمام. بيقول لك هنا ان العلبة الواحدة بتاخد 1 كيلو جرام عصير، و لو هتعمل عصير، او هتاخد 0.3 كيلو جرام طماطم لو هتعمل بيست تمام. يعني انت لو هتعمل عصير او بيست، فانت هتقول له والله ان انا عندي الفاكتور ان انا يا اما هنتج عصير طماطم يا اما هنتج بيست طماطم تمام. الكين الواحدة من ده بتحتاج كيلو جرام طماطم، بس أصلا أنت ما عندكش كين، بتتكلم على الكيسز تمام. فيبقى عندك 24 في 1، 1 كيلو جرام يعني ده من اكس واحد، زائد 24 ل 24 كين. الكين الواحدة بتاخد 0.3 كيلو جرام في البيست في اكس اتنين، فعندك اكس واحد دي هي عدد الكيسز بتاعت العصير، اكس اتنين هي عدد الكيسز بتاع الطماطم. فانا عندي الكيس الواحدة فيها 24 كين
الكلمة هتاخد 1 كيلو جرام، 24 في 1 كيلو جرام في اكس واحد، ده لو هنتجها عصير. لو هنتجها معجون في 24 كنزاية، الواحدة فيهم 0.3 كيلو جرام. المفروض ان دول كلهم يعملوا كام كيلو جرام؟ المفروض انهم اقل من او يساوي 60,000 اللي انت متعاقد عليهم، انت مش متعاقد على اقل من كده. فده اول كونسترين عندي. طيب تاني كونسترين بيقولك ايه؟ بيقولك ان انا مش هقدر ان انا اشارك في السوق اكتر من 2000 كيس من العصير. فعندي اكس واحد اصغر من او يساوي 2000، وعنده كيس اتنين اصغر من او يساوي 6000، مش هيقدر يورد للسوق اكتر من 6000. تمام. طيب بس هما دول الثري كونسترينتس، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. بيقول لك بقى ان انا الهول سيل برايسز بير كيس، الكيس العصير 2000 جنيه، يعني اكس واحد هتساوي 2000 جنيه كبيع، اكس اتنين هتساوي 500 جنيه، دي الكيس، كيس اوف كيس اوف. محتاج ان انا اعمل معادلة بروفيت. البروفيت هو بيقولك سعر البيع ناقص سعر الشراء. تمام. طيب انت عندك الكيس الواحدة هتتباع ب2000 جنيه. طيب الكيس الواحدة دي هتكلفك كام؟ انت قلت الكيس الواحدة، كيس بتاعت الجوس فيها 24 علبة، العلبة بتحتاج كيلو، فيبقى انت محتاج 24 كيلو طماطم للكيس. تمام. 24 كيلو طماطم، الكيلو بكام؟ قالك ان الكيلو ب7 جنيه، فيبقى عندي هنا 2000 ناقص 24 ب7 جنيه، ده اكس واحد زائد اكس اتنين لو عندك 500 ناقص 24 في 0.3، ده كده 24 في 0.3 كده انت جبت، انت محتاج كام كيلو جرام طماطم للكيس الواحدة من المعجون. تمام. ده هضربه في 7، ده اكس بي او اكس اتنين. فلا عندي ان معادلة الزيت هتساوي 1832 اكس واحد زائد 449.6 اكس 2. كده عندك 3 معادلات كونسترين. عندك معادلة الزد، سهل جدا ترسم بقى الدياجرام ده، يعني هي بس الفكرة ان الزد مش هتبقوا عارفين في الحل الشيت وجاها منين كده، يعني عشان كده حليت المسألة دي. هتعمل هنا سي ان ده اكس اتنين وده اكس واحد، يبقى انت عندك السلوب هتساوي، طالما انت قلت اكس اتنين على اكس واحد يبقى سي واحد على سي اتنين. تمام. فيبقى عندك السلوب بتاع خط الزد هو 1832 449.6. السلوب بتاع خط زي ده هو 4 × 1.3. تمام. خلي بالك ان انت خلاص انت رسمت الـ اكس اتنين هي على الواي اكسس، يبقى هي دي الواي بتاعتك، فالسلوب دايما معامل اكس واحد على اكس اتنين. تمام كده. طيب هحتاج ارسم الكونسترينز. عندك ان الاكس واحد اصغر من 2000، ودي اصغر من 6000، فعندي هنا دي كده أصغر من 2000 ودي أصغر من 6000. محتاج الخط التاني اللي هو كان بيقول لك 24 إكس واحد زائد 24 في 0.3 بكام؟ 7.2، أصغر من أو يساوي 60000. فلو إكس اتنين بتساوي الزيرو، يبقى عندك 60000 على 24، لو اكس اتنين بزيرو يبقى اكس واحد ب2500، ادي اكس واحد. ولو الاكس اتنين بتساوي اكس واحد بتساوي زيرو، يبقى عندك 60000 على 7.2، لان هي ب8300. لقيت نفسي ان انا وصلتها كده، كل بص كده وده بص لتحت، الاقي ان عندي ده بقى الاوبتيم سوليوشن. تمام كده. لو جيت ابص الاقي انه كله مشارك في الحل، فاذا مفيش redundant.
ولكن اكيد في اتنين بس هما السكيرز، واحد اباندنت. جميل، محتاج نرسم الزد الخط بتاعي. هلاقي ان الخط بتاعي عامل كده وهيمر بالنقطة دي اللي يسميها مثلا نقطة بي، دي النقطة الأكتوب اللي هي حل الكونسترين ده مع الكونسترين ده. لو عنده اكس واحد بتساوي 2000 واكس اتنين اشوف هتساوي كام، يطلع 1666.67. ده الاوبتيم سوليوشن، هجيب منه الزد البروفيت اعوض في المعادلة دي بس. تمام كده. طيب المسألة التانية معانا وهي مسألة 9. مسألة 9 بس جايبها عشان خاطر ما هياش ماكسيمم للبروفيت، هي مينيمايز للكوست. تمام كده بس جايبها. 9 بيقول لك consider the following problem. انت عندك هنا الزد هتساوي 6x1 ناقص 2x2. لو انت هترسم كده ان ده اكس اتنين وده اكس واحد، يبقى السلوب بتاعك هيساوي ايه؟ السلوب بتاعك هيساوي 3. تمام. تمام ماشي. يعني لو قطعت فيلم الاسلوب بيساوي 3، يعني ممكن يعدي بالزيرو اصلا. جميل، لو انا عندي هنا مثلا 3، يعني مثلا اكنها 30 على 10، احنا بنرسم دي مثلا أحايد. فعندي هنا ادي 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. نرسم بس خط البروفيت، بلاش 30 على 10، خليها 3 على 1. الواي على الزد، في عندي هنا 3 مع 1، يبقى ده الخط بتاعك. تمام. السلوب خلينا نعملها تاني كده. ان عندك الاكس اتنين هتساوي 3x1 ناقص زد على الاتنين. تمام. تمام، عندك السلوب بيساوي 3، فان هو انت لو مشيت 1 في ده هتمشي 3 في ده، فكده رسمت ده خط الزد بتاعي السلوب بتاعه. تمام. طيب محتاج عندي هنا اول كونسترين اكس واحد ناقص اكس اتنين اصغر من الواحد. تاني كونسترين عندي بيقول لي ان 3x1 ناقص x2 اصغر من او يساوي 6، ونوم اكبر من 1. تمام. لو عندي x1 هتساوي 0، x2 هتبقى بسالب 1، او x2 هتبقى اكبر من 1. خلينا نساوي، خلينا سالب 1. تمام. ولو x2 هتساوي 0، x1 هتساوي 1. فعندي الخط ده اروح رسمه. تمام، ادي ده اول خط. تمام. تاني خط لو عندي x2 بتساوي 0، x1 هتساوي 2. ولو x1 هتساوي 0، x2 هتساوي سالب 6. روح مارد ده لتحت كده، سالب 6. تمام. طيب انت عندك هنا بتقول ان هي اصغر من الواحد، فانا عايز اعرف الخط ده بص لفوق ولا بص لتحت. غير انا بص لفوق، بس خلينا نتاكد. هعوض بايه؟ هعوض عن اكس واحد ب6. تمام. لو اكس واحد هتساوي 6، النقطه دي 6 و0، اكس واحد ب6، هل هو الاصغر من واحد؟ لا، يبقى النقطه دي مش في الدومين، الدومين بتاعك فوق. تاني، انت عندك الخط ده هو كونسترين واحد وده هو كونسترين اتنين. انا عايز اعرف ان الاريا بتاعتي اللي تحت الخط ولا اللي فوق الخط. هاخد نقطة تحت الخط، النقطة دي بكام؟ 6 و0. اكس واحد بتساوي 6، اكس اتنين هتساوي 0. اروح اعوض بيه في اول معادلة. لو اكس واحد ب6 واكس اتنين ب0، هل ده اصغر من واحد؟ لا، يبقى انا الاريا بتاعتي هي اللي فوق. طب لو خدت نقطة زي دي، ان هو اكس واحد هتساوي 0، اكس اتنين بتساوي 6، عندي 0 ناقص 6 بتساوي سالب 6، هل ده اصغر من واحد؟ اه، يبقى انا النقطة دي بتحقق
فالاريا بتاعتي اللي فوق دي اللي معايا. نفس الكلام هعمله مع الكونسترين 2، هلاقي ان عندي الاريا بتاعتي هي الاريا دي. تمام كده، دي الاريا بتاعت الاوبتيم سوليوشن. محتاج اعرف الزد بقى، هو بيقول لي مينيمايز الزد. طب الزد لو اتحركت لتحت ده مينيمايز ولا اتحركت لفوق ده مينيمايز؟ سهله، انت قلت الزد هتعدي بنقطه 0 و0 تمام، اعوض لي كده ب 0 و0 هيطلع ان الزد بيساوي 0، فعندي ده زد هتساوي 0. الخط ده اعوض لي بنقطه هنا ان هو يعدي بالنقطه دي مثلا، الاكس 1 هتساوي 0، اكس 2 هتساوي 5 مثلا، فيبقى عندي ده 0 ناقص 2 في 5 نيجاتيف 10، يبقى ده زد هتساوي نيجاتيف 10. طبعا نيجاتيف 10 اصغر، يبقى لما اطلع لفوق كده بعمل مينيمايز للزد. تمام، طيب هو هنا عايز يعمل ماكسمايز ولا مينيمايز؟ عايز يعمل ماكسمايز، سوري، هو المساله بيقول لك عايز ماكسمايز للزد. فانت عرفت ان هنا زد بتساوي سالب 10، هنا الزد لو خدت نقطه زي دي مثلا، النقطة دي عندها ال x 1 هتساوي 4، x 2 هتساوي 0، لما الخط ده يعدي بيها فعندي 6 في 4 و24 ناقص 0، فده ب 24، فعندي الخط ده زد بتساوي 24، خط زد بتساوي 0، خط بتساوي زد سالب 10، يبقى الاتجاه ده ده خط زيادة الزد. فهتحرك بقى بارلل لحد ما اقطع الدومين بتاعي، هلاقي ان هو لما اتحرك بارلل هيروح قاطع النقطة دي، نقطة ايه دي؟ النقطة اللي عندها الاوبتيم سوليوشن، اللي هي تقاطع الكونسترين، واصلا مفيش غير تو كونسترينز هتحلهم مع بعض وتشوف الاوبتيم بكده. تمام، فهو انت محتاج في المساله هنا ان هي عندك في نيجاتيف، فمش زياده الاثنين بيحقق لك الماكسيم بروفيت، لا في واحد بيزيد واحد بيقل. تمام، فانا هروح رايح بقى اشوف ايه الزياده فين، فاروح معوض في المعادله دي باي نقطتين عندي في الدومين، اعرف ان انا لو اتحركت فوق ولا تحت هيعمل لي الماكسيم بروفيت. انت هتشوف الخط هنا بروفيت بكام، خط هنا بروفيت بكام، تبقى عارف انت لو نزلت هتزيد ولا لو نزلت هتقل، تبقى شوف بقى انت عايز تعمل مينيمايز ولا ماكسمايز. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله، مفيش مشكله، لو في حد عنده اي سؤال ان شاء الله يبلغ. تمام، شكرا.